ميليشيا سوريا الديمقراطية لأصحابها هيثم مناع وصالح مسلم تستغل انشغال ثوار حلب بقتال الميليشيات الطائفية الإيرانية والأفغانية وتغدر بالهدنة الموقعة معهم، رغم أن هذا الموقف لم يكن مستغربا من ميليشيا تشكلت لهذه المهمة، لكن المستغرب هو غض النظر التركي عن الغطاء الجوي الروسي والأمريكي المشترك الداعم لتقدم الميليشيا صاحبة الاسم الديمقراطي الجذاب. فما هو مشروع ميليشيات مناع مسلم المستقبلي؟ وكيف استطاعت تكوين تحالف مع نظام الأسد وروسيا وأمريكا في وقت واحد؟ هذا المحور سيكون موضوع نقاشنا اليوم في هنا سوريا. وفي محورنا الثاني أنيسة مخلوف حاكمة الظل، الحكاية بوقائع سرية وتفاصيل تنشر لأول مرة. أهلا بكم. نقلت وكالة رويترز عن قناة تلفزيون روسية حكومية أن قوات شيشانية موالية للنظام الروسي موجودة على الأرض في سوريا لجمع معلومات عسكرية من داخل المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة. هذه المعلومات تستخدمها القوات الجوية الروسية في تحديد أهداف القصف. وقال رمضان قديروف رئيس الشيشان المدعوم من روسيا إن بلاده أرسلت كذلك ضباط مخابرات ليتسللوا بين صفوف التنظيم وعملاء سريين للتدريب إلى جانب المقاتلين. أطلق ناشطون سوريون في محافظة إدلب حملة توعوية بعنوان منقدر ندل هون بهدف مكافحة أمواج الهجرة إلى أوروبا وحث المجتمع وخاصة الشباب على ضرورة البقاء في سوريا. وحاول الناشطون من خلال الحملة لفت الانتباه إلى خطورة هجرة الشباب والعقول خارج سوريا وانعكاسات ذلك على المجتمع المحلي في الحاضر والمستقبل. نتابع. حملة المقدر نضل هون هي حملة سورية نتجت عن فكرة مجموعة من الشباب السوريين بمجال منظمات المجتمع المدني بتعالج مشكلة هجرة الشباب والعقول من سوريا. نوعا ما يعني فكرنا بموضوع انه مين اللي راح يضل ليبني هاي البلد بسبب القصف والدمار اللي موجود فيها، خاصة انه مجموعة كبيرة من الأطباء والمهندسين وأصحاب الشهادات والكفاءات هاجروا. طبعا هم بهجرتهم ممكن يفيدوا البلد اللي رايحين عليها اكثر ما يفيدونا، غير انه ما بنعرف انه شو الخطط اللي ممكن تكون مرسومه لهدول الاشخاص، يعني مدى رجعتهم ما بنعرف شلون. مناطق عمل الحمله بتتوزع بجبل الزاوي، ريف معرض نعمان الشرقي والغربي، مدينه ادلب والمخيمات. نشاطات الحمله راح تتركز الحمله على استهداف مشريحة الشباب بالدرجه الاولى وخاصه اصحاب الكفاءات. قال المدير العام لمصلحة الهجرة السويدية أندريس دانييلسون إن المصلحة تفكر في تقصير فترات انتظار طلبات لجوء السوريين والتعامل معهم بشكل استثنائي يختلف عن بقية طالبي اللجوء. وأضاف أندريسون إن أوضاع طالبي اللجوء في السويد آخذة في التدهور بسبب فترات الانتظار الطويلة. وحول ذلك قال إن النظام الحالي لا يمنح الأولوية لأحد، لكن ربما يتم تطبيق نظام آخر استثنائي يعالج قضايا السوريين. لا تزال صور تدفق اللاجئين على الحدود اليونانية المقدونية باتجاه دول غرب أوروبا تثير مخاوف المنظمات الإنسانية التي تتحدث عن فشل أوروبا في إدارة أزمة اللاجئين حتى الآن، فيما يشكل الطقس البارد أحد العوامل التي تزيد من متاعب اللاجئين. هذا
شنو قاعد تسوي بها؟ ايش فيك؟ تعرفها عدت انا ما بتكون من هاي؟ تشربوا شوربه؟ شوربه طيبه صح. بأغنية تجاوزت الدقائق الأربع تفوق المطرب المصري عماد زاهر والملقب بعندليب أمريكا، تفوق على نظرائه من مطربي التشبيح السوري أمثال علي الديك ووفيق حبيب، وذلك بعد أن غنى لبشار الأسد واصفا إياه بملك الغابة وقائلا له يا كيدهم يا بشار. يا سوريا يا أم الرجالة ما فيش موزة بتحكمني ولا متداين لبلاد غيري، بقالكوا سنين بتحاربونا بقت غابة، ولو غابة اسم قائدنا ملك الغابة. فاكرين لما كنتوا قاعدين ومقتنعين وأسد السياسة الجعفري قالها لكم بصراحة؟ فلترنا السعودية ماذا تستطيع أن تفعل ضد بلادي، وعندها سنقطع اليد التي ستمتد إلى سوريا وسنعاقب السعودية بما تستحق. يحميك يا ولدي، يحميك يا ولدي. يا كيدهم يا مغلبهم انت يا بشار، وجيشنا العربي السوري رافع راسنا ليل ونهار. يا كيدهم يا مغلبهم انت يا بشار، وجيشنا العربي السوري رافع راسنا ليل ونهار. فصل قصير نتابع بعده هنا سوريا، ابقوا معنا.